السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف أعرض لكم اختبار قصير الأول للصف الخامس الفصل الدراسي الأول. عندنا هذا الاختبار طبعا جديد لهذا العام. عندنا حوط القيمة المكانية للرقم 8 في الأعداد. طبعا القيمة المكانية للرقم 8 عندنا 8 0 0 0 0 فقدامكم 0 4 أصفار، فهذه هي الإجابة. اكتب الصيغة التحليلية لهذا العدد، فعندنا هنا 30 وهنا تكون الإجابة كم؟ هنا تكون الإجابة 7 اللي هي هذه 7، وهنا تكون الإجابة 800. هذه هي الإجابات. حول العدد الذي يكون أكبر بمئة من هذا العدد. طبعا أكبر بمئة من هذا العدد فتعطينا كم الإجابة؟ تعطينا 3 أصفار و2. قارن بين الأعداد التالية، وضع علامة أكبر من وأصغر من بحيث تكون العبارة صحيحة. عندنا هنا 8 8 9 9 صفرين وهنا 0 1 فهذه هي الأكبر. هنا 7 7 و3 و0 فهذه هي الأكبر. حوط على العدد المفقود في العملية الحسابية. عندنا هنا طبعا عند التقسيم هنا نقص 0 فنكتب نفس الإجابة ولكن نزيد 0 فهذه هي الإجابة، لأن الصفر يطير مع الصفر فتبقى هذه الإجابة، فنختار الإجابة الصحيحة. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. صل العبارة بما يناسبها حسب التقريب المطلوب. عندنا هذا العدد انقربه لأقرب 100. طبعا عندي تقريبه لأقرب 100، الأربعة لا تستطيع أن تعطي الصفر 100 فقربها إلى فتصبح نفس العدد. عندنا هنا نقربها لأقرب 1000، السبعة تستطيع أن تعطي الاثنان عفوا الواحد 1000 فتصبح الإجابة هكذا، فنختار هذه هي الإجابة. إذا كان العدد داخل المثلث يمثل مجموع الدوائر. عندنا 225، 75 زائد هذا العدد زائد 14 يساوي هذا العدد، فالإجابة هنا 14، العدد المفقود هو 14. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. أوجد ناتج 539 ناقص 213. 9 زائد 3 كم يعطينا؟ 9 زائد 3 يعطينا 12 فنرفع الواحد، 4 زائد 1 زائد 1 يعطينا 5، 5 زائد 2 يعطينا 7 فالإجابة 752. هنا نقوم بعملية الضرب فنكرر الرقم مرتان، 5 زائد 5 10، 8 9 وهنا 2 290، 290. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. هنا في السؤال التاسع لدى منى 15 ريالا أرادت شراء بعض من الأدوات المدرسية، لا تستطيع شراء حقيبة وحذاء. طبعا هنا نعم، لأن سعر الحذاء كم؟ سعر الحذاء والحقيبة يعطينا 16 وهي فقط تملك 15. ما إجمالي سعر الحقيبة والحقيبة والألوان؟ طبعا 9 زائد 7 زائد 2 يعطينا 18، يعطينا 18. عندنا هنا أي منهما إجابة صحيحة؟ أمل تقول ناتج العدد 624 ناقص 503 يساوي هذا العدد. 624 ناقص 4 ناقص 3 1، 2 ناقص 0 2، و6 ناقص 1 فإجابتها صحيحة. هنا إجابتها خاطئة فالإجابة الصحيحة هي أمل، وهذا هو الإثبات. وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة.